اهلا وسهلا بكم اعزائي واصدقائي ومشاهدين ومتابعين قناه الاخر في كل مكان. اهلا وسهلا بكم في الحلقه الاخيره من ترجمه وتعقيب على حلقه البروفيسير لورانس كراونز، ومعانا طبعا نبينا الغالي صاحب هذه القناه، ونبينا الغالي دكتور جورج، ومعانا دكتور شاور. اهلا وسهلا بيكم يا فندم. ناخد كده كلمة ترحيبية كده من دكتور جورج الأول، بعد كده ناخد كلمة ترحيبية من دكتور شاور، ونبتدي على بركة الجلدة. بالحب بالحب بالحب، اتفضل يا دكتور. سمو الجلد عليك، بين الأسقف في الأنبا ياسر، وبين الأسقف في الأنبا شاور، وجميع أبائنا الأساقفة أعضاء المجمع المقدس. ولا يبدأ الكلام كما نعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الجلدة وحده لا شريك له، نحمده في الاولين ونحمده في الاخرين ونحمده في الملأ الاعلى الى يوم البسين. اما بعد، سلام جلدة الحنفية عليكم مره اخرى، مرحبا بكم في الحلقه الاخيره من ترجمه وتعقيب على حلقه بروفيسور لورانس كراوس، ونبدا على بركه الجلدة. اتفضل يا شبح. اتفضل يا دكتور، معاك المايك يا دكتور، اتفضل. أهلا بكم جميعا، وأهلا بجميع الأصدقاء. تفضل. نبدأ بقى معانا. أتكلم يعني أقول؟ لا، هنبدأ نعرض ولا ليك مداخلة في الأول يا دكتور؟ لا يعني هو بنكمل، دي آخر حلقة تعليق على حلقة لورانس كراوز، كان في نقطتين كذا نحب نعمل عليهم ستريس يعني معاكم. تفضل. وبالنسبة للجزء الأول يا ياسر، الجزء الأول اللي هو يعني إجابته على سؤالي بالنسبة للمادة والمادة المضادة، ده مش هنضيع فيه وقت يعني، لأنه إجابته واضحة يعني، فممكن نعدي عليه بسرعة كده يعني. طيب نبدأ نشغل الفيديو كده يا دكتور. اتفضل. ونسمع مع بعض. الصوت واضح كده يا دكتور؟ أنا مش سامع. مش صوت خالص يا شباب. لحظة بس، نعمل نغير الشير تاني، معلش لحظة واحدة. مفيش صوت برضه يا شباب، مفيش صوت، مفيش صوت. طيب طيب نعرض تاني كده، نعمل، انا عامل شير اوديو، نعمل كده شير تاني، شير اوديو. مازال مفيش صوت برضو. طب لحظة واحدة كده على مالك. طيب ماشي، انا ممكن اعلق بسرعه على اجابته. على شوف اجابه يعني، تشوف حل يعني. هو بالنسبه لسؤالي، كان كنت بساله يعني عن الماده والماده المضاده، وهل هو كان في نظريه بتقول ان الكون في مناطق في الكون في ماده اكثر من ماده مضاده، وفي اماكن ثانيه فيها ماده مضاده اكثر، لكن كلامه هو يعني رده كان ان لا، دي نظرية لم يثبت صحتها، وأن الوضع اللي في الكون إن المادة المضادة أقل بكثير جدا من المادة المضادة أقل بكثير جدا من المادة، وإنه لو حصل إن المادة والمادة المضادة التقوا فهيحصل طاقة ضخمة جدا هتنتج عنها، وإحنا ما بنشوفش ده في الكون، فده مش موجود يعني. الإجابة إنه لا، المادة المضادة قليلة جدا في الكون يعني، بس مش أكثر من كده. ممكن نكمل بقى بعد كده. في سؤال أنا بقى سألته له بعد ده، وكانت إجابته ممتازة، ده اللي نحب نعلق عليه يعني. طب نشوف كده بس دكتور، في صوت كده؟ مازال ما فيش صوت يا شباب. طب أنا هقول لك، أنا عندي فكرة. انا عندي فكره. لا الصوت مش مسموع. اتفضل يا دكتور. كمل انت. بص هقول لك حاجه، قدم كده لغايه اما احنا ممكن نقرا الترجمه بتاعته
ترجمة على إجابته على السؤال اللي أنا سألته بعد ده. فأقدم كده شوية كده. في صوت بس ضعيف خالص يا شبح، واطي جدا كده. في صوت؟ طيب ماشي نعلي شوية. ارجع بقى شوية بقى أول السؤال. ايوه علي بقى شويه سامح عشان الصوت واطي جدا. Let alone dump them all together. So if you're to give a word of advice to people in this part of the world, tell them what they could do when they start questioning their ideology, established ideology. Okay, well, let me just point out, it's not unique to that part of the world. I see it in the United States all the time, in small towns and Southern American towns, where people come up to me and say they're so happy to have seen, say, that our movie, The Unbelievers, because they see that they're not alone. They feel like they're alone and they're bad. So the first thing you should do if you're starting to question beliefs is realize that everyone does. Most people just hide it. And also realize that questioning doesn't make you a bad person. So you shouldn't feel bad about yourself just for asking questions. And realize that you're not alone, that everyone has questioned their beliefs at one time or another. And I think that's probably the most important thing, because I think it's people's guilt and fear that they're bad that stops them from doing it. But the next thing I would say is that no one can tell you what to think. It doesn't mean you have to, if you're worried about your safety or your family or your friends or your position, it doesn't mean you have to proselytize. You don't have to proselytize for atheism, but you just, you know what, you can feel satisfied in knowing what you think. So your own circumstances should determine your interactions with other people. And I don't want anyone to, I want people to remain safe, and I don't want people to be put in danger because of their beliefs necessarily. It's some people have the luxury of speaking their mind, and I, in the whole, some of the time have that luxury. And, so the main thing is realizing you're not evil, realizing you're not alone, that everyone feels that way, and realizing that you are free to think and determine your own view of the world without anyone telling you what to do, even if you don't speak about it. But the next thing is, there are lots of resources on the web to learn about the real world, and you should feel free to exploit all of the educational opportunities available to you. So even if you're constrained by your society and your family or your parents or whatever, there's a German expression that they used to say, and I think especially at the time of the Holocaust, that die Gedanken sind frei, thoughts are free, because you can always, no one can stop you from thinking what you want to think. Excellent. George, you got something to say? خلاص ماشي كده كويس. ممكن نعلق على ده بقى. معايا؟ معاك يا دكتور، اتفضل. تمام، انا هجمل اللي قاله. هو السؤال اللي انا سالته له فيه سبب، له سبب. انا سالته السؤال، يعني انت في مجتمع لا يشجع على التفكير، او لا يشجع على انك انت تفكر تفكير مختلف لهذا المجتمع، او مختلف عن هذا المجتمع. وبعدين انا سالت السؤال ده لسبب ان في كتير، انا اعتقادي يعني ان في ناس كتير بتسمعنا بيجد ان هو من الصعب ان هو يطرح هذا الفكر جانبا، الفكر الديني صعب عليه أنه يطرح هذا الفكر جانباً، نظراً لاعتبارات كثيرة، منها بقى اللي يقول لك لا، إزاي هيبقى في أخلاق من غير دين مثلاً، والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه مراراً. يعني ده سببي في سؤاله. فهو جاوب، إجابته كانت يعني أول حاجة، انت مش لوحدك. هو كلامه بيقول لك انت مش لوحدك، لا، في ناس كتير بتفكر، انت لازم تفكر، ليس على الافكار ضريبه، فكر، ليس هناك ما يمنعك من اعاده النظر في الامور، والتساؤل لا يجعلك انسانا سيئا. يعني هو ده اقرب ترجمه لكلامه. يعني انا فاكر مره كنت بناقش واحد متدين زمان، يعني واحد بقى بلحيه وكده متشدد متعصب جدا، بيقول لي انت بتحكم عقلك ليه؟ بيقول لي قالوا سمعنا فأطعنا. خلاص، ما قالش قالوا سمعنا فعقلنا فأطعنا، لا، سمعنا فأطعنا، انتهينا. قال لي كده فعلا. فطبعا يبقى اذا هو لغى عقله خالص، لانه المفروض ان عقله ده هو مؤمن ان الاله اللي خلقه اداله العقل ده،
مش كده برضو؟ والعقل ده مهمته ايه؟ مش انك تفكر؟ مين اللي ادالك العقل ده في مفهومك؟ في مفهومك انت كإنسان متدين، وبعدين يأمرك انك ما تفكرش؟ وبعدين ده تناقض، ما هو مش في آيات تانية بتقول في قرآنك يعني أفلا تعقلون وأفلا تفكرون والكلام ده، ولا ايه؟ ده كلامك انت يعني، انا دخلك بمدخلك انت. وفي نفس الوقت هو لك ليس هناك ما يدعوك للجهر بتفكيرك، يعني مفيش ما يدعو انت فكر، ومفيش ما يدعوك انك انت تقعد بقى تجادل الاخرين، لا فكر واقراه وتعلمه، واذا كان في خطوره من انك انت تعلن عن فكرك ده او تحديك للفكر السائد ده، خلاص مفيش ما يدعو ان انت تجهر بيه يعني. هو السؤال اللي انا يعني انا سالت السؤال ده ليه؟ احنا كلنا مرينا بهذا اعتقد، يعني احب اسمعكم طبعا، انه انت لما بتتحدى هذا او لما بتبدا كده ايه بعد 20 30 سنه من هذا التلقين، تبدا تفكر بقى بمنطقيه وحياد، وصل لان الكلام ده كله كلام لا يستقيم، ففي خوف من انك انت تتحدى هذا الفكر، لانه ده ما هيش مجرد فكرة دينية وبس، لا ده فكر مجتمعي كامل، دي ثقافة مجتمعية كاملة، فأنت بتحس أنك تتحدى عائلتك وأسرتك ومجتمعك وثقافتك وأصدقائك وحياتك كلها وتاريخك. ماشي، ده أمر مفهوم، ده أمر مفهوم، لأنه الثقافة كلها قائمة على هذا الفكر، لكن أنت لما بتلاقي أن الفكر ده لا يستقيم، الله، يبقى إذن المجتمع كله بقى غلط ولا إيه؟ ماشي، هو ده مشروع، التفكير ده مشروع، كلنا فكرنا كده. فحل الموضوع ده انك انت تعقلها، تبص فيها كده هو بالمنطق، اركن المقدسات جانبا كده هو، تخليها على جنب كده واقعد فكر كده منطقيا. وانا ما بقولش ان المجتمع كله غلط، لا، في حاجات في المجتمع صح وفي حاجات في المجتمع مش مظبوط، بس كده اسمع رايكم. اتفضل يا دكتور جورج. هو التحدي ده صعب شوية يا دكتور، يعني أنا تجربتي أنا الشخصية يعني ما فيش حاجة عامة نقولها للناس يعني، أو حاجة قائمة على دراسة ولا حاجة، أنا هقول بس مجرد تجربتي أنا الشخصية. أنا ما ألحدتش وأنا في مصر، أنا كنت مش ملحد وأنا في مصر، فدي ما كانتش مشكلة بالنسبة لي. ولما ألحدت وأنا في بلد زي أمريكا، بلد حرة فيها حرية، ما حدش كان يهمه انا ملحد ولا مش ملحد، فانا ما واجهتش التحدي ده خالص يعني. ما كانش عندي مشكله مثلا ان انا حد بيقول لي تعالى صلي ولا تعالى نروح الكنيسه ولا، وبراحتي جدا ممكن اقول لحد خلاص انا مش مؤمن، انا مش بصلي، انا بروحش كنيسه، والموضوع انتهى يعني. انا عندي تجربه شخصيه في حاجه مختلفه شويه بس تشبه الموضوع يعني. انا وانا عايش في مصر كنت مش متقبل الوضع الاجتماعي، الفكر الاجتماعي، الطريقه اللي كان، انا كنت قبطي، كنت مسيحي، الطريقه اللي كانوا عايشين بيها الاقباط والمسيحيين من الخوف والخنوع ما كانتش عاجباني، فكنت بتكلم وده كان بيعمل لي انا مشاكل. فانا متفهم جدا الناس. انا سمعت باشمهندس عمر مثلا بيحكي تجربته وهو في مصر، ان هو كان ملحد لكن مضطر ان هو يجاري المجتمع اللي هو فيه، فكان بيعاني من ان هو مثلا يوم الجمعه الناس رايحين يصلوا، ساكن مع حد في الشقه، فاللي لا ساكن معاه ده بيقول له نروح ان شاء الله نصلي، يلا نصوم، احنا صايمين رمضان، انت مش صايم ليه؟ فانت كان بقى بيواجه تحدي في الحاجات اللي زي كده، اللي هو ما تقدرش تقول لهم ان انت ما بتصليش، لازم يكون عندك عذر. فدي حاجه بالنسبه لهم صعبه، الناس اللي في الوضع ده انا حاسس بيهم، فاهم المعاناه اللي هم فيها، لان هو بالنسبه له هو دي حاجه بالنسبه له صعبة. هو مش مؤمن بالهري ده لكن مضطر ان هو يجاري المجتمع، مضطر ان هو يروح يصلي او يشرح للناس هو ما بيصليش ليه، وما يقدرش يدخل مع كل الناس في نقاشات عقلانيه مثلا يقول لهم ان هو مش مؤمن بالاله عشان خاطر 1 2 3، ما يقدرش في يعني المجتمعات المنحطه ديت المتخلفه دي مفيش فيها المجال ده او الحريه دي انك تقول للناس لا انا مش مؤمن او انا ملحد عشان خاطر الاسباب التاليه. دي مجتمعات منحطه شديده الانحطاط يعني، فما تقدرش ان انت تتواجه الناس فيها بافكارك. فانا حاسس بالناس دي، فاهم هم بيفكروا في ايه وايه اللي هم بيدوروا بيعيشوا فيه، لان انا عشت وضع مشابه وانا عايش في مصر نتيجه افكاري المختلفه عن المجتمع، وما كنتش اقدر اشرح لكل الناس كل الافكار، ومضطر ان انا في حاجات اعملها عشان خاطر المجتمع فرضها عليا. فانا عارف المعاناه اللي هم بيعدوا فيها، لكن في الاول وفي الاخر موضوع ان انا يعني ابقى ملحد وانا عايش في مجتمع مؤمن والمجتمع ده فرض عليا حاجه دي انا ما عشتوش بصراحه.
يعني انا كان حظي كويس مختلف عن ناس تانيين كتير حظهم سيء ان هم عاشوا الفتره دي او عاشوا الرياء ده ان هو يعني يحاول ان هو يتماشى مع المجتمع عشان المجتمع ما يغضبش عليه عشان ما يحرموش من حاجه. انا متفاهم الكلام ده كويس يعني، لكن الفيصل في الاخر هو الامان زي ما عمنا كراوس كان بيقول كده. يعني مش لازم ان انت بقى ايه يعني تعرض حياتك للخطر ولا تعرض سلامتك للخطر ولا تعرض شغلك او حياتك الاجتماعيه للخطر عشان خاطر تقول افكارك. صحيح الموضوع صعب وانت متازم وتعبان ومتضايق ومضطر ان انت تعمل حاجات مفروضه عليك، لكن في الاخر برضو انت بتشتري سلامتك، لان يعني كملحد انت مثلا مش هتستشهد وتروح تلاقي 70 حريه ولا المسيح هياخدك في احضانه ولا اي حاجه من الكلام ده هيحصل. يعني مش هت مش, مش مفيش جايزة هتحصل عليها عشان خاطر انت علمت الحادك. فالافضل ان انت تشوف سلامتك الاول وبعدين نبقى نشوف بقى المعاملة مع الافكار دي ازاي. ده دي النصيحة اللي انا اقدر انصحها الناس، وانا مش بنصحها من فراغ، انا عملتها رغم ان هي ما كانش لها علاقة بالدين، لكن انا عملتها وانا في سن صغير جدا عشان خاطر اقدر اعيش في وسط المجتمع ده وما حياتي ما تتأذيش او انا شخصيا اتأذي عشان انا عندي افكار مختلفة. اتفضل. طب انا يعني انا بس بعد اذنكم هقول بس كده ايه مداخله، يعني انا ما احبش مع العمالقه نبينا ودكتور شاور اتدخل وادي برايي. انت تؤمر يعني هقول برضك ايه تجربه شخصيه. الاصعب من ان انت تواجه المجتمع او ان انت تعيش كملحد او لا ديني في وسط المجتمع بتاخد شكل تاني اللي هو ممكن تمشي امورك. يعني في الاول وفي الاخر هو غريب، يعني انت لو في الشغل بتمشي امورك في البتاع، لكن النقطة اللي اكبر هي في وسط البيت في وسط العيلة، ده بيبقى الجزء الكبير بقى اللي هو انت بتبقى مضطر ان انت تصلي في البيت وانت يعني مش يعني انت ايه اللي انا بقوله ده، ايه الهبل اللي انا بعمله ده جواك، هي دي الموضوع. يعني انا اذكر من ضمن الحاجات ان هو كانوا بيجيبوا لنا يعني في البيت عندي كانوا بيجيبوا لنا قسيس ونتكلم معاك بقى بالحجه والمنطق وبتاع وحاجات كده علشان يهديني الى الطريق الصحيح، بما ان انا الخروف الضال فهو يجي القسيس علشان يتكلم معايا فيرجعني لحظيره المسيح تاني. فمن ضمن الكلام اللي قالوا لي قال لي يا ابني والدتك طول الليل بتعيط ومفكرك ان انت هتخش النار. فانا اضطريت ان انا اعمل مسرحية او احكي حدوتة اللي هو انا خلاص اللي هو بمدام انت هو المسيح يقبلني بالخواطي او بتاع واعترفنا وخطايانا وبتاع ان هو امين وعادل ان هو يغفر لنا القصة وان احنا اولاده، بدام انت يعني اتعمدت احنا بروستانت فبدام انت اتعمدت المعموديه الثانيه فانت كده تمام حلو جدا فانت كده ايه ابن الله وكتب اسمك في سفر الحياه وحاجات كده. فاللي هو انا كنت عايز اوصل لها بس ان القسيس ده ينطق ويقول لها ان ابنك هيخش الجنه علشان هي تبطل عياط بالليل لان هي صعبان عليها ابنها ان هو يخش النار، يعني هيتشوي في جهنم وهيتشوي في النار فهي كان صعبان عليها. فالموضوع الأصعب والإحساس الأصعب هو إحساس العيلة مش المجتمع. المجتمع ممكن نتعايش معاه، ممكن نتعايش لو واحد صاحبك قال لك تعالى نصلي قول له أصل أنا عندي مشوار عندي شغل عندي بتاع، لكن في البيت وأنت مش هتعرف تتهرب زي المجتمع. وأسف للإطالة ونكمل يا دكتور. نكمل اللي قاله بقى بعد سؤال جورج بقى. In the channel, in this channel here, we do both things. We try to promote science and also we try to like clash head on with religion. We're more heavily on that, heavy on clashing on with religion more than promoting science. Which one? Because I've seen some people, they're atheists on the inside, but they will talk nothing about religion. They'll just try to promote science and they will hope that people will drop these childish ideas of religion. So which one do you think is we should heavily? Well, I don't give advice in general, but let me just say that it takes all types. That I've had this discussion with my friend Richard Dawkins because earlier on, before when we first met, I used to argue, look, you can bash religion. I try and promote science, and I think it's more useful. And then, of course, we merged more in both of our views. And I think the point is that just different strokes for different folks. It takes 1,000 points of light. I keep using these well-worn analogies, but
What I mean is that, look, for some people, learning about the real universe is enough to break the spell, if you wish, of religion. For other people, sometimes they have to be confronted with the eternal contradictions and realizations and the dangers and sometimes evils of religion. So certain people resonate with certain things, and I understand if you're coming from a society which feels repressive because of religion, that there's a great motivation to speak out against it, and particularly if you're able to do it safely, if you're able to do it safely with people, you know, if you're outside the country or wherever, and you're able to safely try and say things that could never be said in that country, I understand the desire to speak out in those regards. And maybe that's useful because, you know, I mean, certainly science per se is not necessarily repressed. I mean, cosmology may not be repressed. There are physics departments and things in all sorts of repressive societies, but other ideas are. So I can understand that desire on your part, but I can't speak for you. You should do what you can do best and try and educate people as best you can in the best way you can. Obviously, we're approaching the end of this session, تفضل يا دكتور جورج، انت اللي سألت، فأحب أسمع رأيك. أنا ماشي دكتور، رأيي، أنا كنت عايزك أنت تعلق الأول. أنا كنت سألت السؤال ده، إن في لحظات كتير وفي أوقات كتير يعني تعرضنا للهجوم عشان خاطر إحنا بنتبع أسلوب معين في نقد الأديان، وهو الأسلوب الصادم، أسلوب الصدمة. في ناس تاني بتحب تعمل اسلوب المراوغه او اسلوب اللي هو ايه، نشوف النقط المشتركه ونشوف المش عارف ايه ونتكلم باحترام ونحترم المقدسات والمشاعر الدينيه والكلام ده. فانا كنت بساله ايه رايك، يعني انهي اسلوب فيهم انت شفت ان هو فعال اكتر، او ايه رايك في الكلام ده، يعني اللي بيقول لك مثلا ما تعملش كده عشان خاطر ده ممكن ينفر المؤمنين او مش عارف ممكن يعمل ايه او يزعل مين او يعمل ايه. هو قال ان هو يعني كان كده في فتره، وداوكنز كان كده في فتره يعني، وبعد كده قرر ان هو ياخد طريق الساينس اكتر، وبعدين قال انا مش بدي ادفايس، يعني انا مش بدي نصيحه لحد، لكن اعمل الحاجه اللي انت شايفها وات يو كان دو بيست، يعني افضل حاجه انت بتقدر تعملها. ده رد للناس، يعني انا برضو هفصل نفسي شويه عن الموضوع ده. الناس اللي عندها رؤيه تنويريه او رؤيه تغييرية، او هو شايف ان هو عايز يغير فكر مجتمع معين او يغير فكر ناس معينين او عايز يزرع مبادئ في حاجة معينة. انا الكلام ده كله انا شخصيا، يعني بتكلم عن نفسي انا، لا بتكلم عن قناة الاخر ولا على ياسر ولا على الدكتور شاور ولا اي حد، بتكلم عن نفسي انا. انا لا ليا رؤية في حاجة، ولا انا طلع انور ولا طلع اغير ولا طلع اعمل اي حاجة خالص، انا بقول رأيي بس. ده الهدف الوحيد اللي انا طلعت عشانه على اليوتيوب من 2012. انا لا طلعت عشان اغير حاجه ولا عشان اشترك في حاجه ولا ليا هدف من حاجه ولا اي حاجه من ولا انا تنويري ولا بتاع تنوير ولا الكلام ده. انا طالع بقول رايي. انا الكلام ده حصل معايا في طفولتي وفي مراهقتي وفي المجتمع اللي انا عشت فيه وفي مجتمعات تانية، وشفت حاجات في الكتب دي، وكنت مؤمن في يوم من الايام بفكر معين وغيرت الايمان ده، وشفت حاجات فيه غلط، وشفت حاجات فيه حسيت ان هي عملت لي اوبريشن او ضغطت عليا او ضايقتني بشكل معين او ان انا اتنصب عليا، فانا طالع اقول رايي فيها بس. اللي عايز يسمع رايي بطريقه انا، اهلا وسهلا. اللي مش عايز يسمع رايي او مش عاجبه طريقتي ممكن ما يسمعش. في على فكره في كل تليفون وفي كل لابتوب في زرار احمر كده ممكن تدوس عليه وتقفل الفيديو، بس مش مضطر سعادتك انك تسمع خالص. لكن هي فكره كراوس نفسه، لو عدنا للنقطه الاساسيه، لان هو عنده برضو رؤيه تغيير، it takes a thousand points of light، يعني اللي هو ممكن كذا طريقه مع شخص واحد، سمع هنا مقطع واحد بيهاجم، سمع هنا مقطع واحد بيدافع، سمع مقطع هنا علمي، سمع مقطع ثقافي، سمع مقطع فلسفي، ممكن كل الحاجات دي في الاخر يبقى ليها تاثير عليه. في واحد بيحب كده، وفي واحد بيحب كده، في واحد بيحب الاسلوب ده، واحد ما بيحبش الاسلوب ده. فكل في الاخر انا ليه سالته، الهدف ايه ان انا اساله السؤال ده، عشان نوصل للنقطه دي، ان كل واحد شايف ان هو بيتكلم على بطريقه عامه يعني، او في المجال اللي احنا فيه ده، يعمل اللي هو عايزه طالما مش بيحرض على قتل حد، مش بيحرض على اذيه حد، مش بيعمل مشاكل.
مش بيأذي حد يتكلم بالطريقه اللي انت تعجبك. اللي عايز يسمعك اهلا وسهلا، مش عايز يسمعك ما يسمعكش، بس كده بسيط. لو انت بقى ليك اهداف ممكن بقى تاخد النقط دي وتشوف انت ايه اللي يناسبك اكتر. لو انت عندك بقى هدف التغيير او هدف التنوير او الكلام ده، شوف انت النقط دي كلها. والراجل اهو قال يعني بوينت جميله جدا، يعني different strokes for different folks. يعني شوف انت ايه الطريقه اللي تناسبك وتناسب جمهورك وتفضل اهلا وسهلا بسعادتك. يعني محدش اليوتيوب ده مش بتاع حد، يعني محدش ماسكه مثلا بيقول لك ايه لا ولو ما عملتش كذا لازم نعمل ايه، او هنجيب فلان يشهد عليك، او هنجيب فلان نساله، او الكلام ده مفيش. الكلام ده حر، اعمل اللي انت عايزه طالما انت ما بتاذيش حد في الاخر. قول اللي انت عايزه، قول الافكار اللي انت عايزها بالطريقه اللي انت عايزها بالاسلوب اللي انت عايزه، وهتلاقي لك جمهورك. اتفضل يا دكتور. والله جورج انا يعني I can't agree more. يعني انا معك تماما في اللي بتقوله ده. انا لا انا مصلح اجتماعي ولا قائد رائد تنويري مثلا ولا اي حاجه، هو مجرد كلام مثقل بي صدري عايز اقول مش اكتر. وما اعرفش انا الكلام ده هل هيبقى له صدى، وده ممكن النقطه دي ممكن نناقشها في في نفس الحلقه ديت لما سالته بعد كده هل انت متفائل، وكان رده كويس في الحقيقه. لكن اهو كلام انا حسيت انه لازم اقوله، واللي يستفيد منه يستفيد في الحقيقه. ده مدخلي. وهو كانت اجابته على سؤالك يا جورج هو سؤال في محله جدا. هو كانت اجابته انه it takes all kinds or all types زي ما انت قلت. يعني اذا انا ما قدرتش اوصل معلومه ممكن جورج انت توصلها افضل، ممكن ياسر يوصلها افضل، ممكن احد من الزملاء. فيعني لذلك انا كنت سعيد جدا بحلقات اللي عملناها قبل كده، سؤال سريع لرجل الدين او الموضوع وما فيه، لان احنا كنا كل واحد بيتناول النقطه من مدخل ما، من اتجاه معين. فاذا ما وصلتش الفكره عن طريقي توصل عن طريقك او عن طريق اي من الاصدقاء. فهو ده اعتقد كان رده يعني. وبس انا بقول اللي عليا وخلاص بقى، والباقي على الجلد. صدق. طب ممكن بس اقول حاجه صغيره كده دكتور بموضوع التنوير وبننور في الضلمه وحاجات كده. لا يعني في احساس، يعني انا هتكلم برضك عن نفسي انا، الاحساس اللي هو انت اتضحك عليك، انت خدت على قفاك، الاحساس ده وحش برضك. فانت يعني احنا اتضحك عليك. انا كنت بامن ان يونان كان قاعد 3 ايام في بطن الحوت، كنت بآمن ان ابو عيسى، يعني في حاجات كده اللي هو انت بعد ما تفوق من الالم اللي انت خدته على قفاك ده يبقى ازاي انا كده. فانت اللي هو ايه، انا مش عايز حد يضحك عليه. فانا بطلع، انا طالع وقناه الاخر انا طالع عشان نقول يا اخوانا احنا اتضحك علينا، مش عايزينكم انتوا كمان يضحك عليكم. بس سهله بسيطه جدا. ونكمل يا دكتور. اتفضل. To ask you, are you optimistic about the future of humanity in terms of minimizing the impact of religion? I'm optimistic and pessimistic on alternate days. I forget what day it is today. I think education can help overcome ignorance. And that's why I keep trying to educate. There are many, many forces that counter that, that try and preserve ignorance, preserve hatred, preserve bias, and it's an uphill battle. And I don't know how it will, I don't make predictions about which side will win at any moment or another. I just do what I think is necessary to do. I am sad about the situation in the world in many ways. I'm not naive. I recognize the many of the world's problems, but I'm optimistic that at least an attempt to educate people can make the world a little bit better. And that's all I try and care about. Fantastic. Georgie, got anything to say or? ماشي. ممكن نتوقف هنا. هو طبعا السؤال، انا كان لازم اسال السؤال ده، يعني بقول له هل انت متفائل. فهو اجابته في الحقيقه كانت على فكره مشابهه لاجابتك انت يا جورج لما انا سالتك السؤال ده يمكن من سنه او من سنتين في احدى الحلقات. فكنت دايما اسالك السؤال ده، هل انت متفائل.
في الحقيقة كان إجابتك بتبقى طبقا لليوم، يعني اللي أنت مثلا سمعت تعليق نرفزك حسسك إنه ما فيش فايدة في اللي بنعمله، يوم التفاؤل يقل شوية، تسمع تعليق تاني مشجع يبقى. وهي الحقيقة كده يعني، أنا ساعات بتيجي عليها فترات أقول أنا حاسس إن إحنا بننفخ ضربة مقطوعة، ودي لي حالة كده أقول لا أنا مش هتكلم تاني بقى خلاص، ما ينفعش كده إذا كان الناس تفكرها كده. وين يجي تعليق تاني يشجعني حسسني ان انا عملت فرق ما. فهو كانت اجابته يعني فيها شيء من الكوميديا، بيقول لك انا بتشائم يوم وتفائل في اللي بعده وانا مش فاكر النهارده ايه، حاجه كده يعني. يعني هو كان قال ان التعليم مهم، وانه هو في قوة في المجتمع يعني، هو بيعمل كل اللي يقدر عليه، وادي احنا هو بنعمل اللي احنا بنقدر عليه، لكن في قوة تانية بترعى الجهل والتخلف والإرهاب. في قوة تانية زي بالضبط ما انت كنت قلت الحلقة اللي فاتت او اللي قبلها جورج، كان يعني كل جزيء له، يعني كل بارتيكل لها انتي بارتيكل في الكون ده، هي كده الكون ده متركب كده، الكون ده متركب كده، كل قوة لها قوة مضاد. فيعني مثلا احنا في حلقات الموضوع ما في عرضنا جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بال أي إنسان من يوم ما انت طلعت، من يوم بدء الخليقة، مش هقول لك من يوم بدء الخليقة، هم ال 25 نقطة دول هم ادي احنا ردنا عليهم. وبعدين الاقي نفس التعليقات، هي نفس التعليقات برضو لازالت. والغريب ان هي مش من ناس ما سمعوش الحلقات، لا ده من ناس سمعوا الحلقات وعلقوا لنا على الحلقات نفسها. طب خلاص بقى، يبقى اذا ده الانتي بارتيكل ديت لها ضروره في الكون. اذا فانا كنت بعت لك ياسر منحنى كده كنا عرضناه قبل كده في حلقات سابقه، يا ريت تعرضه على الشاشه. المنحنى ده انا رسمته لما لقيت الاتجاه الديني، أنا مسمي المنحنى ده منحنى الهوس الديني. في الأول خالص بدين من سنة 81 كده، لما ابتدى منحنى التدين ده أو التدين الظاهري، يعني إن هو الإنسان هو الإنسان يا عزيزي، يعني هو تفتكر إن ده تدين يعني إن الناس فعلا بقت ناس كويسة ومتدينة، لا ده شكل، دي فساد. فمن سنة 81 كده وانت طالع الترند، الناس بقى جم راحوا الخليج ورجعوا بالفكر العجيب ده البدوي ده، وابتدى بقى الترند ده من 81 وانت طالع. وفي سنة 2006 انا فاكر ان العملية بقت exponential، الهوس الديني ده، ايوه بالضبط كده زي ما انت ماشي كده، الهوس الديني ده وصل لمرحلة بقى يعني غير مسبوقة فعلا، الناس جالها جنان. بس أنا حاسس بقى أنه بالفعل يعني أن في شيء حصل سنة 2014. فأنا من تصوري كده ومن قراءتي للوضع في المجتمع الإسلامي أنه هتحصل حاجة بعد، يعني خلال سنتين هترى الناس تخرج من دين الله أفواجا. يبقى افتكر كلامي ده، افتكر المنحنى ده كمان سنتين، سنة 2022 الشكل العجيب ده في مجتمعاتنا هيتغير بسرعة. لو ده بقى صاحبه فساد أخلاقي، أنا مش مسؤول عن ده على فكرة، الفساد الأخلاقي موجود بده أو بغيره. هو أوعى تفتكر إنه يعني لما المنحنى كان طالع كده كانت الناس أخلاقها عالية قوي، مع الوضع هو بيتكلم عن نفسه، انزل بلادنا شوف أخلاق الناس شكلها إيه، يعني هي الأخلاق يا إما في العلن يا إما في مستتر. أنا بتكلمش في الأخلاق، أنا بتكلم في هذا الهوس والتخلف العقلي اللي حصل في بلادنا. وبعد كده الله أعلم إيه اللي هيحصل بقى بعد كده لما المنحنى ينزل خالص، ممكن بعد كده يطلع لنا فكر جديد خالص بقى تاني، ما الروحانيات اللي كان بيتكلم عليها بارنس كروس ما أعرفش. لكن أنا بقول لك هو افتكر كلامي ده، هما سنتين بالضبط وهتلاقي الناس ابتدت تتغير، الجيل الجديد اللي طالع بيفكر أفضل. وده اللي انا بتكلم فيه، انا اللي بتكلم فيه مش انعدام الاخلاق، اوعى تفتكر كده، انا بتكلم في اعمال المنطق والعقل
والفكر المنهجي السليم ونبذ الخرافة. هو ده اللي بتمنى ان انا اشوفه واعتقد ان انا هشوفه في القريب. وافتكر انه بعد سنتين ده هيبدأ يحصل. وافتكر المنحنى ده. فهو يعني قرر ان هو يبقى متفائل في الاخر. هو شيء جميل اننا لما متفائلين. انا ما نيش انسان متفائل قوي يعني. يا لكن لازم يبقى عندنا تفاؤل. ده كان تعليقك يا جورج. بس كده. طب انا هقول بس حاجه قبل ما تكمل يا دكتور جورج في المنحنى ده. انا المنحنى ده ممكن يكون دكتور شاور يعني اكبر مني سنا ويعني له كل التقدير والاحترام, بس انا ملاحظ في نفس المنحنى ده ان المنحنى ده فعلا يعني قد اصدقه. ليه بقى؟ لان انا شفت هذا المنحنى وانا من 2011 2012 2013 2014, هي دي الفترة اللي انا عشتها. فاللي هو المنحنى اللي رسمه دكتور شاور ده فعلا حقيقي حاصل على ارض الواقع كواحد بالنسبة لي. هل بقى هو المنحنى ده هيكمل بقى يعني 22 24 26 هنلاقي الموضوع نازل؟ هو في الشكل ده في الوقت اللي احنا فيه بيقول كده, لان بعد 2013 والسنه بتاعت مرسي عندنا في مصر, انا هقول بس الحته بتاعت مصر دي, الناس ابتدت فعلا تخرج من دين الله افواج, ومش بس مسلمين, لا ده مسلمين ومسيحيين. ابتدت الناس تفهم شويه. اسف على مقاطعتك يا دكتور جورج, واتفضل معاك انت تؤمر يا شباب. حبيبي يا دكتور. طب معلش قبل ما اعلق على موضوع المنحنى ده, في تعليق عجبني في اللايف شات يعني, وده تاكيد على كلامي. في احد الاخوه على اللايف شات بيقول ان انا اسلوبي صعب وان انا بتعصب لما اتكلم في المواضيع الدينيه وان انا بتعصب لما بكلم واحد متدين, ودي حقيقه يعني. انا ما انكرتهاش, ما قلتش لا مثلا. انا كنت بقول ايه من شويه, انا بقول رايي يا اخوانا. انا مش يعني المشكله ان الناس حطاني انا في قالب كده مع ناس تانية, اللي هو ايه دول اللي هم بيتكلموا في مش عارف ايه, دول اللي هم عندهم خطة مش عارف اصلاح المجتمع, عندهم خطة التنوير, عندهم خطة كده يعني. فانا محطوط غصب عني في المجتمع في الـ في الـ في, الـ في الليستة دي بتاعت الناس دي, وانا مش كده. لو انا عندي هدف لحاجة يعني هتلاقيني في علاقات مثلا انا ما بتعصبش فيها. ليه؟ لان انا فعلا بقى عندي فيها خطة. يعني موضوع ختان الذكور ده او ختان الاناث, انا الموضوع ده بقى بالنسبة لي انا عايز اعمل فيه تغيير. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا عملتها على اليوتيوب من ساعة ما طلعت, اللي أنا فعلاً عايز أعمل فيها تغيير. فهتلاقيني بطلع حاجات علمية وأدلة وبتاع عشان خاطر ممكن أتهكم شوية على الناس اللي بتدافع على الناحية التانية, لكن مش هتلاقيني بالشراسة بتاعة الهجوم على الدين. ليه؟ لأن أنا فعلاً عايز الكلام ده يوصل لكل الناس بكل أطيافها, عشان خاطر دي جريمة. أنا بالنسبة لنا دي جريمة, لأن لو ليا رسالة على اليوتيوب هتبقى دي رسالتي, إن يتوقف هذه العمليات البربرية. دي جريمة بتنفذ في حق أطفال مساكين ما اختاروش لنفسهم أي حاجة. الولد الذكر المسكين ده بيتولد, سواء بقى في أول يوم في عمره ولا في سبع يوم ولا في عشر يوم ولا هو عنده خمس سنين ولا بتاع, بيتاخد قطع له حتة من جسمه. دي بالنسبة لنا جريمة, مسكين ما اختارش. فأنا دي رسالتي, فهتلاقيني فيها بتعامل بيها بالطريقة بتاعت الناس اللي هو إيه التنويريين والكلام ده, عشان خاطر الرسالة توصل لكل الناس بكل أطيافه. فيما عدا ذلك انا ما يهمنيش الرساله توصل. في ناس يطلع يقول لك ما انت لما بتتكلم كده المسلمين مش هيسمعوك. ما يسمعونيش يا سيدي, هو انا طالع عشان الناس تسمعني؟ انا رايي كده, انا ده رايي, ده رايي انا بناء على اللي انا شفته, سواء في المعامله مع الاديان الابراهيميه كلها بقى, الاسلام, المسيحيه, اليهوديه. انا الحاجات اللي انا شفتها في الاديان دي ضايقتني انا شخص, عصبتني انا شخصيا, فانا طالع بقول رايي فيها. لو رايي ده عجبك او اسلوبي عجبك ممكن اهلا وسهلا بيك, مش عجبك اهلا وسهلا بيك برضه على فكره, بس ما تسمعنيش خلاص مش مشكلة. شوف واحد تاني من اللي عندهم بقى الرسالات التنويرية يكون بيوصل الرسالة بشكل أفضل لعدد أكبر من الناس واسمعوا. بس كده يعني, الموضوع بسيط يعني, مش بيج ديل يعني. فبتعصب؟ بتعصب طبعا طبعا. اللي حصل فيه وأنا طفل واللي حصل معايا وأنا مراهق واللي حصل معايا في الدين والحاجات اللي أنا شفتها قدامي أو اتعملت معايا مضايقاني, فأنا بعبر عنها. الاستغفال اللي استغفله لنا وإحنا في الأديان ما ضايقني. انا مضايقني ان انا كنت في يوم من الايام كنت كبير ومتعلم ومصدق قصة ادم. انا مضايقني انا الكلام ده, ومصدق قصة يونان, ومصدق قصة نوح. انا مضايقني انا كده.
مين اللي علمنا الحاجات دي؟ شوية جرابيع. يا ريت فيهم واحد محترم مثلا. يعني معظم رجال الدين دول مجموعة من الجرابيع. شوية جرابيع وجهلة. فأه بهاجمهم طبعا، وهاجمهم بأقزع الألفاظ وبكل حاجة. لأن هم استخفلونا سنين طويلة. ده رأيي أنا. أنا بقول رأيي. أنا مش عايز حد يصدقني، ولا عايز حد يمشي ورايا، ولا أنا عامل مجموعة، ولا عامل سرب، ولا عايز أغير حاجة. فيما عدا ذلك اللي انت عايز حد ينور، روح شوف حد بينور. انا ما بنورش يا سيدي، ماليش في التنوير. الموضوع المنحنى ده يعني رايي انا بقى، ده الطبيعي في اي حاجه في العالم، اي حاجه في الكون اللي احنا فيه ده لازم تمشي بنفس المنحنى. بيبقى الاول عندها فتره صعود، وبعد كده بتوصل للبلاتو، وبعد كده بتبتدي تنزل. لو بصيت في جسمك انت هتلاقي نفس الكلام، نفس الكلام في كل حاجه. هو المنحنى ده ينطبق تقريبا على كل شيء في الحياه. هتلاقي جسمك مثلا النمو، هتلاقي النمو ليه مرحله نمو سريع، وبعد شويه هتلاقي بلاتو، وبعد شويه هتبتدي النمو اللي اتعمل ده كله في عمر معين بيبتدي ينزل. لو بصيت على كليتك مثلا، هتلاقيك في فتره من الفترات وانت جنين، وبعد كده وانت طفل كليتك دي فيها ستيم سيلز بتكبر وشغلها بيتحسن وبتبقى طالعه في 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 صعود. بعد شويه بتوصل للبلاتو. بعد البلاتو من اول ما توصل 40 سنه الرينال فانكشن بتاعتك بتقل 1% كل سنه، شئت ام ابيت. ده الطبيعي. فانت الجي اف ار بتاعك مثلا اللي هو قدره كليتك على الفلتريشن من اول ما توصل 40 سنه، لو 120 السنه اللي بعدها تبقى 119 100 وهكذا. لو 100 هتبقى حاجه 99، وانت عندك 60 سنه الجي اف ار بتاعك بيبقى 70 مش بمزاجك، او 75، لان هو كده، هو المنحنى كده. فده ينطبق برضو على الافكار والاديان وكل شيء. بيوصل لها، بتوصل في مرحله ان هي بتبقى في انتشار سريع، او بتبقى في مرحله صعود، بعد كده بتوصل للبلاتو، وبعد شويه بتبتدي تنحسر عشان تيجي حاجه تانية. هل ده ينطبق على الاديان؟ اه طبعا ينطبق. هل انا قاعد مستني بقى المنحنى ده والسنه الفلانيه لا بصراحه لا خالص. ليه بقى؟ لان المجتمع اللي انا عايش فيه ما فيهوش الكلام ده، فانا مرتاح كده. المجتمعات التانية ربنا يتولاهم. يعني اعمل انا ايه؟ طيب يعني انا مش هدفي ان انا اغيرهم، لان واضح ان الموضوع صعب جدا. وبعدين انا يعني اللي هو ايه، مش هروح اعمل شويه حاجات واعمل شقلبازات واعمل اراجوز وبتاع عشان خاطر اقنع حد بفكره. حر يا عم، انا بقول اللي عندي. عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك خلاص. المجتمعات دي هتتغير امتى؟ ما اعرفش، الجيل ده واعلم يعني. وبعدين اتغيرت او ما اتغيرتش انا مش راجع لي حاجه برضو. لان لو الناس يقول لك مش عارف انت بتعمل ايه عشان تهدم ايه، انت حاطط الاسلام في دماغك، انت حاطط المسيحيه في دماغك، انت يا عم انا مش عايد عليا حاجه. انا الاسلام ده بقى الدين السائد في الشرق الاوسط وبقى كل الناس مسلمين، انا تعبني ايه؟ ولا اي حاجه. بقى الاسلام ده اختفى تماما، انا مرتاح في ايه؟ ولا اي حاجه برضو خالص. انا مشكلتي في الحاجات بقى اللي هي زي الارهاب، دي مشكله. انما الافكار بقى اللي احنا يعني قصه ادم دي مثلا، واحد مقتنع بيها، انا زعلان ليه؟ انا مش زعلان بصراحه، انا مش فارق معايا. اقتنع يا سيدي، انت راجل معاك دكتوراه وعندك من الهبل ما يكفي انك مصدق الهبل بتاع قصه ادم، تفضل سعادتك، اهلا وسهلا بيك، صدق اللي انت عايزه. انما انا هقول رايي في القصه، ومش هسمح لك انك تكتمني او تمنعني ان انا اقول رايي. هتقول لي بقى انا الطريقه دي مش هتخليني اسمع كلامك؟ ما تسمعش يا عم، انت مقتنع بالكلام ده خلاص، اهلا مبروك عليك، الف مبروك، خليك مصدق. انا بقى هقول رايي، ومش هسمح لك انك تقنعني ان انا ما اقولش رايي. انا اسف على الاطاله، اتفضلوا. اتفضل يا دكتور، نكمل. ايوه تمام. كلامك سليم يا جورجو، وهو ده السبب، يعني احد الاسباب اللي خلتني اطلع واتكلم، اللي هو الارهاب في الحقيقه. انا كنت في حالي، انما ان انا اشوف اللي بيحصل في العالم أمر تعبني، ضايقني، وأنا عارف ده بيحصل ليه، وأنا عارف الخطأ فيه، وأنا عارف سببه إيه. فبقول اللي عندي مش أكتر يعني. إنما أنا شفت ناس كتير مؤمنة بأشياء عجيبة جدا، وأنا عارف، أنا عارف ليه. في سبب تطوري إن الإنسان يبقى مؤمن بشيء غير منطقي، ده سبب تطور، له سبب تطوري، فأنا عارف ده، فخلاص أنا حكافح إيه. إنما اللي أنا بقوله علشان إذا كان في حد يهمه يسمع، يهمه يفكر، ونقدر إحنا نساعده إن هو يفكر ويصل لحقيقة الأمور كما نراها إحنا يعني،
بسرعة، وإذا قدرت إن أنا أنقذ طفل أو أنقذ شاب من الفكر الغلط ده والفكر اللي ممكن يدمر له حياته تماماً ده، يبقى أنا ده يعني أكبر نجاح ليا في الحقيقة. وزي ما أنت قلت يا جورج، المنحنى ده هو منحنى كل شيء في الكون، الكون نفسه ماشي في المنحنى ده، الكون بدأ ويتسع وبعد كده هينتهي ويجي كون تاني. إيه يعني ده هو ده المنحنى كده بالظبط يعني. فاحنا احد يعني احد العوامل اللي بسببها المنحنى بينزل على فكرة. يعني احنا انا ليا الشرف ان انا اكون احد احد العوامل في ان المنحنى ده ينزل في الحقيقة. انت من اهم العوامل يا دكتور. سيد الله. انت من اهم العوامل. شكرا، ما كنتش اعرف اعمل اي حاجة من غيرك يعني. ممكن نكمل. ممكن تفضل يا نبينا. Well, I think I'm an optimistic person by nature in the sense that I think hope springs eternal, what can I say? I think we have to have a little bit of optimism at least. Well, I think science, yeah, I think a little bit of optimism helps, but beside that kind of touchy-feely version, they're more importantly for me, in some sense, science has made me optimistic because every day the universe surprises me. And so that means there's a reason to keep on going. Okay. Just before we go, it's very important that now that you're here, we'd like to... ماشي. ممكن نسمع تعليق دكتور جورج على نقطة التفاؤل دي ولا خلاص كده؟ تفضل انت. لا هو كويس يعني، انا بحس ان انت متفائل اكتر مني. هو قال ان العلم بيخلي متفائل لان هو جزء من هذا الحدث الكوني العظيم اللي جابنا هنا يعني. اعتقد ده كان كلام. يا ريت تقول لي يعني، انا بحس ان انت اكثر مني تفاؤلا عموما يا جوش. والله يا دكتور مش موضوع تفاؤل، الموضوع ان انا يعني عارف خلاص بقى القضيه دي انا بعتها من زمان، فمش فارقه معايا. مش اللي هو انا متفائل مثلا وحاسس بقى ان يعني اللي بريق الامل جاي وبتاع، انا القضيه فعلا بعتها من زمان لان اصطدمت بحاجات كتير في المجتمعات دي اللي هو تحس ان انت بتنحت في الصخر. تقعد تتكلم مع واحد مثلا اسابيع، تتكلم معاه في قصص وبتشرح له حاجات وبتقول له حاجات وبتاع، وبعدين تلاقيه في الاخر بيكرر نفس الكلام تاني. فاللي هو بقى يعني انا اتعب نفسي ليه؟ يعني في شخص انا بعزه، هذا الشخص يعني مش هقول اسمه، هو متدين مسيحي تقريبا، بقى لي يعني اسابيع بتكلم معاه بطريقه مباشره يعني. قصه معينه مثلا اتكلمت معاه فيها كذا مره، هو مصمم ان القصه في العدله دي، مصمم ان القصه دي ما فيهاش مشكله بكل الطرق يا ابني ازاي، طب اشرح لي، طب ما فيش، لا هو ما عندوش استعداد ان هو يقول لك ان ده غلط، لا لازم يلاقي لك طريقه يحلها لك بيها. فانت بعد فتره اللي هو ايه، خلاص مبروك عليك، بس خلاص انا مش عايز اتناقش فيها تاني، مش عايز اتناقش تاني، خلاص انت مسحها صح، انت الكلام اللي انت ده كله مقتنع بيك تمام، قشطه عليك، بس ما توجعش دماغي بقى يعني، لما هتتكلم هقول رايي برضو يعني، مش اللي هو لا هقول رايي، بس انا مش هحاول اقنعك بحاجه، انت حر خلاص. هو انت بتحس ان انت اتصدمت حرس هد، فانا بعت القضيه بقى خلاص يعني. الناس اللي من المعيات دي انا خلاص بطلت ان انا اتعب نفسي معاهم. بص هي كده، عايز تسالني تفهم تعمل بتاع تتناقش مناقشه كويسه ماشي، لكن انا ما عنديش امل ان انت هتغير تفكيرك مثلا ولا حاجه، لان واضح ان الدين الناس متشبعه بيه لدرجه انه لو شايف الحاجه الغلط قدام عينيه انت تساله قبل ما يعني. انا بقى هحاول استعيد شويه حاجات كده، انا مش يعني مش عايزه يزعل لو عارف انا بتكلم عنه يعني. تساله السؤال قبل ما هو مثلا ما قراش القصه دي يعني، هو مسيحي جدا بس تقريبا ما قراش العهد القديم ولا الجديد حتى، ما عندوش فكره، بس هو بيدافع عن العهد القديم والجديد. فقبل ما تقول له القصه تقول له ايه رايك مثلا لو انت جايب معزه، اشتريت معزه مش بتبقى مجهز لها الزريبه اللي هي هتقعد فيها الاول او المكان اللي هي هتقعد فيه وبعدين تروح تشتريها؟ يقول لك طبعا المنطقي. تقول له فايه رايك ان ربنا خلق ادم الاول وبعدين خلق الجنه؟ يقول لك بس ايه، طب تعالى نفكر فيها، طب تعالى، يفضل يلف ويدور بقى، مع ان هو في الاول قبل ما يعرف ان القصه دي موجوده في العهد القديم
كان عنده المنطقي بتاع الإنسانية العادية، الإنسان العادي منطقي إن أنت جايب حاجة لازم تبقى محضر لها المكان الأول، ما أنت مش هتجيب المعزة تشيلها على كتافك لحد ما تشتري لها زريبة أو تشوف لها مكان عندك في البيت تقعد فيه، لازم يبقى في المكان جاهز. فلما تيجي تقول له إيه رأيك بقى إن الكلام ده حصل في العهد القديم؟ آه بس كده إيه المنطق يطير من الشباك، يروح داخل لك بقى في إيه؟ في الأفشخانات. تقول له مثلا لو أنت هتخلق حيوان بياكل برسيم او بياكل زرع، هتخلق الزرع الاول وبعدين تخلق الحيوان، ولا تخلق الحيوان الاول وبعدين تخلق الزرع؟ قال لك لا طبعا منطقي ان انا اخلق الزرع الاول عشان الحيوان ده لما يجي يلاقي شكرا يلاقي اكل ياكله. تقول له طب ايه رايك ان في العهد القديم الحيوانات اتخلقت الاول وبعدين الزرع؟ يقول لك اه بس ايه رايك طب يعني المده كانت ما يمكن المده ما كانتش طويله، يمكن كان يومين ثلاثه الحيوانات دي ما لحقتش تجوع. اي كلام بقى، بق المنطق طار من الشباك. فانت بقى في الاخر توصل ايه؟ بص يا نجم ربنا يوفقك، الكلام ده حلو وجميل وانت مبسوط فيه، ما تتناقش معايا فيه، خلاص انا مش عايز، انا فقدت الامل، فانا بايع القضيه. عشان كده انا مش متعصب، يعني اللي هو ايه قشطه هو كده. انا بقى رايي ان انا هقعد اتريق على الكلام ده صبح وليل، بس انا مش هقول لك اقنعك بحاجه. عشان كده انا يبدو علينا انا قد اكون متفائل، انا مش متفائل، انا بايع القضيه. اتفضل. والله انت فكرتني برضو، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كذا مرة وانت اتكلمت فيه برضو، المثال بتاع شجرة التين لما المسيح لعن شجرة التين. وانا قلت لك اكثر من مرة انا كنت بناقش صديق مسيحي فقعد يقول لي لا ده ما كانش موسم التين، هو اللي حصل ان المسيح لقى شجرة التين ما فيهاش تين، هو كان جعان الظاهر فراح لعنها، وبعدين هو رجع تاني كانت دبت الشجرة ماتت. فبيقول للصحابة بتوعن اللي هو بيقول لهم يعني انت لو عندك ايمان قلت الجبل اللي يتحرك هيتحرك، حاجة زي كده يعني، كله فولكلور يعني صدق. فانا كان سؤالي لصديقي ده هو ليه لعن شجر التين مع انه احلى شغل انت عارف قصص الفولكلور والبلح دي بتعمل احلى شغل مع الناس. اهو بالظبط زي ما انت عايز. اه بالظبط هو فولكلور بالظبط. فبساله يعني هو ليه لعنها رغم ان هي ده مش موسم التين، يعني هي الشجره دي لو انت مقتنع ان المسيح ده هو الله نفسه او ديفاين يعني، يبقى الشجره دي بتتبع قوانينه اللي هو حطها في الكون. اما انا اجي الاقي شجره بتتبع القوانين اللي انا حطيتها والعنها، فهو قال لي لا 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 ازاي ده ما كانش موسم كان موسم التين. لا اكيد كان موسم التين ديفينتلي يعني. قعدت اقول لي يا ابني ما كانش موسم التين، يقول لي لا كان موسم التين. فلاجل الحظ بقى كان في البايبل الانجيل كان في العربيه، فرحت سحبه، هو ماشي بالانجيل على طول، رحت سحبه ولقيتها في احد الاناجيل اهو لم يكن موسم التين يعني. فقال لي اصل ده بقى ده مثل ده ربنا بيعلمنا بقى وده بي. ده نفس الحكايه خدت بالك. يبقى اذا هو انت لو تركت الانسان على سجيته كده على فطرته لا مش معقول، لكن علشان هو مضطر يؤمن بكل ما في هذا الكتاب، لان هو لو غلطه واحده يبقى مش كلام مقدس، مش كده ولا ايه؟ انت قلت هذا الكلام قبل كده. نفس الكلام كنت بناقش صديق برضه في موضوع ايه، انا كنت عارف ان انا يعني عشت في افريقيا فتره وشفت حضرت صلاة الأفارقة وهم بيواجهوا جبل كينيا وبيصلوا وبتاع، فأنا بحكي هذا الكلام لصديق فقال لي إيه التخلف ده؟ إيه التخلف ده؟ ده الناس مش الناس متخلفة خالص، إيه اللي بيصلي للجبل؟ كنت أنا بحكي له عن خرافة الأسطورة اللي هم بيؤمنوا بيها، إزاي نشأة الخلق يعني، إنه يعني ما علينا مش هنخش في الأسطورة نفسها. فبيقول لي إيه الكلام الفاضي ده؟ إزاي واحد يطلع كده وناس تيجي من السماء تنزل وبتاع؟ فقلت له طب هو انت مش مؤمن بالإسراء والمعراج؟ مش في واحد طلع على بغل مجنح ونزل وبتاع؟ قال لي اه صحيح. ما عرفش يجاوب يعني، حقيقي هو فعلا سكت يعني ما عرفش. وبعدين قال لي اه اصل ده كلام مجازي. طب ايه مشكلتك مع الكلام التاني؟ ما قلتش عليه مجازي ليه؟ انا اقول لك ليه، لانه كلام التانيين بس مش كلامك انت، كلامك انت لازم يبقى صح، سواء مجازي مش مجازي صح، انما التانيين هم دايما غلط بس كده.
نفس الموضوع ده قلت معلش نفس الشخصيه دي هو يعني ايه جلده مسيب الخير يعني هو قد يكون سمعني دلوقتي كنت بكلم معاه على قصه عماليق اللي هي موجوده في سفر صمويل اي لاف عماليق يا دكتور اي لاف عماليق انا كمان عماليق ده القصه اللي هو ايه اثناء بني اسرائيل ما كانوا طالعين من مصر حصلت حرب بينهم وبين عماليق فبيقول الكتاب يعني ان عماليق ضرب مؤخره بني اسرائيل اللي هم الناس المستضعفين اللي في الاخر يعني اللي ماشيين بالراحه مثلا اللي في الاخر بعد 500 سنه جه ياوي كده مره واحده راح نادى لشاول قال له خد ادي يا شاول تعال انا افتكرت اللي فعله عماليق ببني اسرائيل عند صعودهم من مصر افتكر بعد 500 سنه فتعمل ايه يا شاول اذهب وحرم عماليق واضرب كل ما له وموتهم بقى راجل وشيخ وطفل ورضيع جمل وحمار كل حاجه حتى حيواناته حلو كده طيب الرد ايه بقى قال لك الرد ان ربنا قال كده بس الكلام ده ما حصلش شاول ضحك على ربنا وقال له ان انا موت الناس وهم ما موتش الناس يا عم الحاج انا مش بتكلم في النقطه دي انا بتكلم في الفكره الناس اللي هي دي الوقت دي ذنبها ايه اهاليهم عملوا حاجه بنت دين كلب من 500 سنه هم ذنبهم ايه دلوقتي يدفعوا ثمنها فاللي هو قاعد يلف ويدور طب انت بقى بتنتقد الاسلام وتقول مثلا حادثه بني قريظه ذنبهم ايه بني قريظه ان هم اتذبحوا العيال اللي هي انبتت شعرتهم يعني هم لسه صغيرين عيل عنده 12 سنه ولا حاجه هل كل دول راحوا واتفقوا على فارس فرسان معيز وكلهم عملوا المؤامره ما هي في ناس ملهاش ذنب في عيال ملهاش عيال صغيره ملهاش ذنب انت ليه بتنتقد ده والتاني بالنسبه لك عادي عشان دي بتاعت الناس التانيين بس دي ده الرد دي الناس بتاعت الناس التانيين يبقى مجرم وابن دين كلب وموت الناس انا موافق معاك ان هو مجرم وابن دين كلب والتاني ما هو مجرم وابن دين كلب برضه ما الناس دي ملهاش ذنب ما عملتش حاجه لا هو ما يشوفش بقى كده دي هو مش شايفها مش شايف الناس دي ملهاش ذنب الناس دي وحشه عشان الكتاب ده قال عليهم وحشين حتى لو اللي حصل ده حصل من 500 سنه برضه هم وحشين مع ان هو بينتقد نفس الفعل تقريبا اللي اتعمل في ناس تانية الناس تانية تعمله وحش انما عندي في الكتاب بتاعي لا عادي هنلاقي له تفسير هنلاقي له تبرير هنلاقي لها مخرج عبيله واديله عارف انت نظام عبيله واديله هو عبيله واديله نفضل نلف وندور في القصه ونحكي حاجات تانية ونألف على مزاجنا وبتاع انما ما نواجهش المشكله انت مش عاجبك دي انا معاك وانا مش عاجباني برضو اللي حصل في بني كويز وبرضو مش عاجبني اللي حصل في عماليق حتى لو ما كانش حصل حتى لو مجرد فكره ياوي بيقول فكره ان هو عايز يموت الناس دي عشان خاطر اللي اهاليهم عملوه من 500 سنه ده ايه بقى ده جنان يبقى انت بتكيل بمكيالين انت بتكيل بمكيالين وده حاجه ما تنفعكش لو انت بتبحث طبعا انت حر تبحث ما تبحثش دي مش مشكلتي بس لو انت بتبحث هتلاقي ان الحاجه اللي انت بتكيل فيها بمكيالين دي غلط الكيل بمكيالين غلط لانك هتبقى بتحابي حاجه على حاجه ثانيه ففي الاخر مش هتوصل للحقيقه لو انت عايز توصل للحقيقه اتفضلوا يا دكتور انت بص يعني تهاجم الدين التاني تبقى صاحبي وحبيبي وكفاء تيجي عند البيت بتاعي معلش امسكك اعصرك انزل منك سبعه مصغرين هو كده اي حد لما تيجي تقول له احنا بنتخانق مع المدرسه التانيه انا في المدرسه دي اتخانق مع المدرسه التانيه انا بشجع الاهلي الزمالك وحش قولا واحد خلاص وهاجم بتاع هي نفس الفكره كده انت يا ابني عندك قتل انت بس عشان تمد الخط على استقامته بس يعني انت بالنسبه لك كانسان قتل طفل دي جريمه ولا مش جريمه جريمه بس خلاص احنا اتفقنا كبشر حصلت فين ان دي جريمه طيب حصلت فين تاني تبقى جريمه بين دين كلب حصلت عندك قول ان هي جريمه بس كده لا ما حصلت عندهم تبقى جريمه حصلت عندنا يبقى ليها تفسير انت فهمت غلط يبقى انت ما قريتش التفاسير يبقى انت بتتقول على الرسول انت بتعمل وبتعمل ما هو برده التاني بيطلع يعمل نفس الكلام مسلم بيطلع يعمل ايه تيجي تقول له مثلا بني قريظه وغزوه مش عارف ايه وعمل ايه وسرق مين وقتل مين وبتاع يروح قايل لك ايه ما هو العهد القديم فيه مش عارف ايه ومين كالخرا ومين عمل ايه ومين راح فين يا عم ماشي انا مالي انا دلوقتي عندك مشكله انت دلوقتي ماشي جاي لي مثلا تكشف عندي فبقول لك يا عم الحاج مثلا اي حاجه بقى انت عندك خراج في القله
بتقول لي ايه يعني؟ ما هو عبد السميع جاري عنده 3 خريج في الاولى. وبعدين طيب احنا عبد السميع عنده 3 خريج محتاج يروح للدكتور يفتحهم له. انت عندك خراج بس ادي ده البارم لاين ده كده الاساس. انت عندك مشكله كلمني على مشكلتك، انما انا عندي مشكله والتانيين عندهم مشكله. هو ده اسلوب ايه؟ ان لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك بس كده. طبعا احنا كملحدين بالنسبه للجو ده احنا جداد عليهم لانه مش متعود على كده. هو متعود يكيل لك، المسلم متعود لما يقعد يتكلم مع المسيحي يكيل له من العهد القديم ومن العهد الجديد، والمسيحي متعود لما يتكلم مع المسلم يكيل له من الاحاديث والسنه والسيره وبتاع. طب يطلع واحد ملحد بقى لا عنده احاديث ولا سنه ولا سيره ولا اي حاجه، يعمل ايه هو؟ يقول لك ما ستالين وهتلر. انا مالي، انا مالي يا نجم؟ ستالين كان ابن وسخ وكان ملحد ماشي، وابن انا مالي؟ هل انا عندي قانون مثلا او كتاب مقدس مكتوب الالحاد وفي ستالين عليه الصلاه والسلام؟ لا ما عنديش. كان ملحد وحش؟ وحش، وانا هقول لك ان هو وحش قبل ما انت تقول. ايه علاقه الالحاد بالكلام ده؟ اصل الالحاد مش عارف عمل اخلاقهم ايه، اي كلام في البلح بقى، ده ملوش اي علاقه بالالحاد خالص. انت كراجل عندك فكره ان انت مش مؤمن بوجود اله، ايه علاقه ده بان انت تبقى حلو او وحش؟ مفيش اي علاقه خالص. الالحاد بيخلي الناس ما عندهاش اخلاق. لا يا شيخ ماشي، بتعالى كل يوم اتفضلوا. هو هنا نفس الفكره دكتور اللي انت بتقولها دي، اللي هو الميكيالين، اللي هو انت يا عم الحاج انت وحش وانا كمان وحش، انت عندك كم انت عندك انت كمان، وانت عندك قتل ما انت عندك انت قتل انت كمان، يبقى احنا كده متساويين خلاص، الهم طايلني وطايلك. لكن لما يجي عندنا بقى ما بتروح. يا دكتور شاور ليك تعقيب؟ لا تمام، نكمل بقى اخر جزء اتفضل. نكمل اخر جزء. Free thinkers and writers who, if not for them, we wouldn't be here speaking to you that openly and that candidly. And those people, if you can project their images on screen, it's very important to pay tribute to those three great men, Dr. Nasr Hamid Abu Zayd, Dr. Farag Fouda, and Dr. Sayed Al Timin. They are great people. They helped us a great deal, and it's very important that we introduce you to them or make them known to you. Well, I'm glad to be known, because I'm glad you've done that, because of course there's a lot of, you know, there are a lot of people who need to be celebrated in this regard, and some of us have, you know, for one reason or another gotten some attention for what we do, and I appreciate that. But people sometimes say we're brave, and I'm not particularly brave compared to many of the people who are saying things in places where it's far riskier to say things, and so I herald them and applaud their efforts. Thank you for saying that. That's exactly what we wanted to do here. As you say, it's a very dangerous part of the world, and two of them actually paid really dearly, but if not for their efforts, we wouldn't be here today. Professor Krauss, I hate to end this. ماشي ممكن نعلق هنا بسرعة. يعني أنا كان لازم أعترف بفضل الناس دول. انت سامعني؟ اتفضل يا دكتور. كان لازم اعترف بفضل الرعيل ده هو، لانه لولا الناس ديت وكثيرين اخرين يعني طبعا، لكن انا بعتبر ان الثلاثه دول، دكتور فرج فوده ودكتور سيد القمني طبعا والدكتور نصر حامد ابو زيد، الناس ديت لولا انهم اتكلموا في الثمانينات والتسعينات وتحدوا الفكر السائد وتحدوا الضاغمة ديت، ما كناش احنا هنقدر دلوقتي نكمل المشوار ده. وكان لازم نعترف بفضل الناس دي. بس كده يعني. فيليك سؤال في اللايف شات من استاذ حسام، بيقول لك يا دكتور، وجود الاله يترتب عليه لوازم اخلاقيه ومشاكل اخلاقيه معقده، مجرد تساؤل. اتفضل يا دكتور. والله شوف بقى يا عزيزي، يعني انا مش عارف اقول ايه. اشكرك يا عزيزي على السؤال. اتفضل، عندك حلقه اسمها في سلسله حلقات اسمها
الموضوع وما فيه، تقريبا الحلقة الثالثة تكلمنا عن الأخلاق. روح اسمع حلقات الموضوع وما فيه، أنا مش هقدر أعيد تاني، كفاية يعني دماغنا بس. احنا يعني اتهرينا في الموضوع وما فيه. وسؤال سريع لرجل الدين، عملنا كذا حلقة عن المواضيع دي والأسئلة هي 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 يا أخوانا. طب يعني مش عارف مش عارف يعني، ممكن احنا زي ما الدكتور شاور قال لك احنا عملنا بدل الحلقة اثنين وثلاثة واكتر من كده، يعني ممكن تتفضل يعني تشوف الحلقات يا أستاذ حسين. طب تفضل يا دكتور جورج لو ليك تعقيب يعني. لا نكمل يا شبح، انا ما يعني ما هنقول ايه تاني يعني. الموضوع الاخلاق وبتاع احنا فعلا عملنا فيه حلقات مش حلقه يعني، مش هنقعد نعيد الكلام تاني في تعليقات تانية. فاللي عنده تساؤل على موضوع الاله والالحاد والاخلاق وبتاع ممكن يبقى يسمع الحلقه دي حتى يعني يشوف العرض اللي احنا عرضناه كله يعني. لا انت ما عملتش، هو حسام انت ما عملتش ازعاج ولا حاجه، بس احنا kindly we ask you يعني بتسمع الحلقات الاخلاق دي، واذا كان لسه عندك نفس التساؤل ممكن في حلقه تانية نبقى ناخد التساؤل ده تاني. بس اسمع الحلقات دي الاول بتاعت الموضوع وما فيه، وبعد كده اشوف يعني اذا كان الاجابه اللي في الحلقات ما لسه مش كافيه بالنسبه لك ممكن نبقى نتكلم فيها تاني. وبعدين عايز اقول لاستاذ حسام يعني احنا في معظم برامجنا بنفتح المداخلات، تتفضل معانا في اي يوم حضرتك حب وتسال كل الاسئله ونجاوبك عليها. هو احنا ممكن نسال السؤال بالعكس بقى دكتور شاور، معلش برضو باك مي اب هير يعني. انا ممكن نسال السؤال بالعكس، مش هل بقى عدم الايمان باله يترتب عليه مشاكل اخلاقيه؟ هل الايمان باله يترتب عليه سواء فضائل اخلاقيه او مشاكل اخلاقيه؟ يعني هل مش عدم الايمان، الايمان بقى هل الايمان باله ايا كان بقى الاله ده، سواء بقى هندوسي اله الابراهيمي اي اله، هل ده ترتب عليه في يوم من الايام مشاكل اخلاقيه او فضائل اخلاقيه؟ ده السؤال الحقيقي اللي المفروض يطرح، مش اللي هو عدم الايمان باله يترتب عليه. ساعتها انت هتلاقي الاجابه مع نفسك، انت هتلاقي الاجابه من نفسك لما تعرف، لما تسال نفسك السؤال هل الايمان باله بقى ليه فضائل اخلاقيه؟ تعال نشوف، بس شوف الاديان قدمت لنا الاخلاق دي ازاي وكلمتنا عنها ازاي، وخصوصا الاديان الابراهيميه كلمتنا عن الاخلاق دي اللي هي ايه. هل الاديان الابراهيميه كلمتنا عن الاخلاق اللي هو تعريف الحالي للاخلاق اللي هو يعني to avoid the worst possible misery، وان انت تخلي حياه الانسان والكوكب والكون افضل، ولا جمدت شويه قواعد وقالت اللي يعمل ده يبقى هو ده الاخلاق، اللي يعمل غير كده يبقى ده مش الاخلاق؟ عايز لو عملت المقارنه دي هتكتشف ان الايمان باله عطل مسيره الاخلاق. اتفضل يا دكتور. والنبي يا جورج ارجوك، انا مش هقدر حقيقي مش هقدر، لان انا بتعب من التكرار. فاحنا كررنا الكلام ده كتير، انا يعني بتعب، ما انا مش عايز اتنرفز، انا مش عايز اتنرفز يعني. انا احنا لسه متكلمين في اسلوب كل واحد. أنا عارف نفسي، أنا لو حسيب نفسي هتكلم هزعق وهقول كلام أنا مش هبقى راضي عنه. كفاية، ارحمني يا اللي سألت السؤال، كفاية. التكرار يا دكتور بيعلم الشطار، يعني التكرار بيعلم الشطار. نكمل معانا بقى آخر دقيقة من الحلقة. Future, we can have another session. I'm sure that we will be receiving hundreds of questions and comments that we might be able to share with you some other time in the future. Absolutely. I enjoyed it and I'd love to do it again. I think it's important, and maybe when my new book comes out or something. And sure. And yeah, thanks. And I don't know if this gets archived and put online, but if you let me know about it, I'll certainly try and promote it as well. So people sure. learn it about it. It will be online. And when is your book being published? Oh, it won't come out till at the very earliest the end of this year. It's finished, but it takes time to publish. So it'll either be the end of this year or at the latest by late January. So, right, that's so stay not a very long time. No, that's so exactly. So stay so tuned. We could probably meet then. We can talk about the book. Yeah, okay. That'd be great. Will you include the corona pandemic in that? Or well, there's some
the book was written during the pandemic, so there's mention of it, but well, anyway, you wait and see. Well, my interest, you know, as a physician. Yeah. Very much. Well, I'm not a physician, so that's important to know. Okay. We will wait and see and read the book. Thank you, Mr. Lawrence. Thank you, Dr. George. It was a great honor, sir, today. Thank you. Thank you all. شكرا لكل الناس اللي تابعونا. نلقاكم بحلقة جديدة على قناة الآخر وتصبحوا على خير. طيب ليكوا تعليق دكاترة؟ تفضل دكتور جورج. شكرا دكتور. لا يعني كان لقاء جميل جدا مع بروفيسور كراوس واستفدنا كتير من وجوده. وشكرا لدكتور شاور ان هو اللي رتب اللقاء ده، هو اللي كان متواصل معاه، هو اللي رتب لنا اللقاء، ومنتظرين لقاءات اخرى يعني مع الناس في نفس القامة العلمية، ممكن نقدر يعني نوصل صوتهم للناس اللي احنا بنتكلم معاهم والعكس يعني، ونوصل لهم برضو صوت الناس اللي احنا بنتكلم معاهم. واشكركم على المتابعة. شكرا دكتور شاول، لو ليك مداخلة أخيرة. لا خلاص، هو هنحاول تاني نلتقي به بعد ما يصدر كتابه، نحاول نناقش كتابه، نشوف. يبقى أنا سعيد جدا باللقاء ده في الحياة، لأنه أسلوبه سلس وبسيط وواضح، وأرجو أن الحلقة دي تكون عجبت السادة المستمعين جميع الأصدقاء. شكرا لكم جميعا. شكرا ليكم جدا. مع تحياتنا قناة الآخر، بالحب بالحب بالحب. نشكر دكتور جورج جدا، نبينا الغالي، بأبي وأمي أنت يا نبينا. دكتور شاور، بنشكرك على كل الأطروحات وكل الأسئلة وكل الأجوبة اللي أنت جاوبتها، وبنشكركم جميعا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. بالحب بالحب بالحب.